بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال درسي قطبات كان وحوكو ساب سيهي رحلة الإسراء والمعراج سيكوبا وأن تفاصيل أهلهين أيان أغفالونا إن شاء الله تعالى. رحلة الإسراء والمعراج تقريبا من الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أيهد مركي عامل حزني أو ربك أي كربضة كبتي علماء إيه تاريخ يهانة مسلمين تبا ويسكو خلاف سنجين سنة كأي بشة، لكن راجح وحائه تضب إيه لباتن كرجب أو قبل الهجرة بسنة واحدة والله تعالى أعلم. بمعنى هجرة إنتان لقرن سنة كهر إيه تضب إيه لباتن كرجب أمة إسلام كان سلفا وخلفا وحي حسان تضب إيه لباتن كرجب من إيتهي الإسراء والمعراج. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء آية كوات وآية الإسراء رحلة أرضية وآية، وفي لمح البصر البرخسي من مكة إلى بيت المقدس، وقوب تاسيني أنبياء إيروسوشي لن أس قابلي وأسجن إمام أس أهاي أرنت أسن الدليل وحيتهاي إن لمان لنا سخي شراء عدي أو كهريسي نيو محمد لغونا سوختمي نبي نمانتا يا رسول نمانتا سبحانه صلوات الله وسلامه عليه إنه يهي الإمام المطبوع إمام كده تكلم نرى عن الرب. فالأنبياء كلهم يقتدون به، نبي ذي يا كتب الدكتي، فغيرهم من باب أولى. ومنها وحدة رسالة الأنبياء، أنبياء باقي أما دنبالكي له أكتسك كان يمكد وأسكمت لما أنتوض صلاة أي دكتين خلف إمام واحد ألا وهو صلوات الله وسلامه عليه. لما نبي نصوبنا يكود حرتين يعبدون ربا واحدا، ومنها معية الله ونصرة رسوله إلهين نبي قيس قول واسيي مركاسي بيت المقدس. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر آية كونتن إيكوات. المعراج نه ورحلة سماوية، معراجك ورحلة سماوية من بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. بيت المقدس إياك بلابنا إلا سمد التضبات إلى سدرة المنتهى، أو سعد كاسين إلهي وحبضا أو معجزات أيسو تسيين بمحمد اسكو كوبيد هدي أنكو شيغو وحوسو أركي دتكي أو إسلانك قاتو خير كقاتا جنة يا نعيم كسجايو دتكي كهر يمادو أو ديدا إسلام نمضى إي وحدانية الله أو إلهي إنو هل يهي نبي محمد رسولك إلهي يهي أو دتكي ديدانه نار تسجاية أسجيسو يا جحيمك أو لو دياريي إنه يس أو روم رومي يقين أسكوس أركي صوبناها صلوات الله وسلامه عليه الثواب والعقاب ومقر أعداء الله ودار كرامته التي ليس لها قيمة إلا عبادة الله وتوحيده. تتك أو إسلام لمدة ديد عقاب كسجاي تتك أو إلهي رومي نبي سن الراعة قابط إلهي ككرامينا أي جنة تهي وسو أركي أنك مسلمين أهم وحان اللوغة بهايهي إنان أمنو إسراء والمعراج إناي هل هبين دعضي أو ساعدة كوبان أيهيد أو رسوبانهنه أصو
جسمي أهان إيا روح أهان أسو سو جيدو سفر كاسي لديل ميي وأن أهان ريو أما سهردو معجزات كاسي إي وحيالها وأن لف مقعيسي أو خوارق العادات إيه أو إلهي سو تسي هدبا هدان إسوي دينو رحلة لاسي ما فوق سبع السماوات maxa ilaahay ugu talagalay oo nebigiisa ugu baaqay inuu karaameeyo oo ummadiisa iyo asagane fi yowmil waleyla oo 5 salawaad soo faro. Marka koowaad 50 salaad ayaa lasoo faray. Markii 50 salaad lasoo faray, nebi muuse agtiisa oo soo gaaray qaala faqaali xasiri maa farada rabbuka calaa ummatika, nebi muuse aa dhahaa ummadaada maxaa loogu farli yeelay. قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة كنت صلاة يا أم الديد لفري ما لنتي أهبينك. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ونق إلهي أي وحوي ديسو إنو لقا خفيف يو أم الداد ما أودي سي مر والبأس ونقناي شن لو قلت ماي مركز وحسيري أن لقا ما حشونا مكونق كري. نبي موسى وحاسيري أنا وحان كتي جابيي شير بني إسرائيل لبركع برقدي إيه لبركع قلبتي إيه أي كعاجسين أي دكوايين يعني أنا أمضاد شنطان أدي أو مقعيسي الله أكو قرب قلو علومات أرنتاني وحي مركي لقه الله ربي قاقه ونقو بمعنى ما هو ميل إلهي أو جوغ لطل ماماي مرادك وحواي إن الله كان في ذلك المكان ما هو فأدي ساس قفك كفكير وعوا كفر نمواي لكن وحواي نبيك وحو قاري ماشي أسكو غيل مقعيسو وقو باقاي إلهي معنى إلهي ميل جوغ أسقاري ما هو الله موجود في كل مكان وفي كل زمان. مرك شنتا سي صلاة صوفرين فتلك 50 صلاة خمس فتلك 50 صلاة ومرك إيهد وشن لغدغين لها أجر 50 كنتم كي صلاة أجر كيد أو كلا أي ليدهي ساس درتيدا صلاد اهميد اي ليدهين وحوايه حريرك او كدخيهو الهي اي ادتك اي ادونك او مالنتي شان مر نقفك مؤمن كلا غرو اناس دكتو او الهي كوم هاد نقو او نعمداسي او سمد او ترجمان لان وحي وحي لان او مباشر نبي محمد لو سو ديوي اما انا اد وين واي ان ان كو ددالنو ايا لو باهن يحي ددكي صلاه كو ددالان وح ولبا او خير وا غارايان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر قفكه وكفوغي نيسا وح الله او حل اي وح ولبا او ديباته كيني كرو صوبنها اسلهابينكي مركو سو نقدي اي او مكسو غاري أبو جهل أسوير هاي وحسب محا أنو وداه سوكو جيس جيساي مركاسو أشاغي إنو بيت المقدس أستغي يتضوض سمد أسغاري براق أسكو بحي مكا إرأمك عيسي أو معراج كان جران جريال قلن أسكو مك عيسي كو غاري سبع سماواتك أو صبح انتان لغاري نسو نغي في جيركي دادك أبو جهل جس جس إيه قصر لعنة الله عليه أصل قلي مركز سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورمي رمي أسير بين ماهن مركز واحد جيين قال ذي وحيدهين بيت المقدس نوو شاكي إلهي قعن تيس أكتيس أصوات لغي نبي محمد صوبنا صلوات الله وسلامه عليه إرد جد أصوات شاكي قال ذي كفارت وحيدهين فرناس شاكي لكن نو شيغ وحا اور انو مقن او سفر معلومات نغسي غورمي ايمانايان ارنتينا وا او شيغي وقتي غاسي ايمانايان اسيري
waqtigiina ilaahay oraxda waaceliisi ay ku yimaadeen maalintaasi. Laakiin waxay dhaheen ina hada la sixru mubiin, yacni ninka beyt maqdis waa noogu sheekayay laakiin ma aminayna inuu gaaray meel oo bil safar lagu aadaayo. Aan habeen ilbiriqsiyaan ku tagay oo haddana saas noogu sheekayay. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamaa jacalna ruya alatii araynaaka ilaa fitnata linnaasi, suurat alisraa aayad lixdanaad. ee waxay indhahaaga aan kugu soo tusinay min aayaatina alkubraa leylat alisraa walmicraaj lam najcaluhu ilaa ikhtibaaran liiimaani lmu'miniina, waxaan ugu talagalnay in aan imtixaan gelino mu'miniinta iimaankooda iyo kufaarta mushrikiintane sidoo kale. وأن المراد بالرؤية هي بالبصر وإنها كو أرقتي بمعنى الرؤية الرؤية ما هي الرؤية بالبصر حاشية الساوي أساس له في السري الرنتان ساس درتيدا وحيكو بيغان تهي هدي أنقل دنين سيدة تاريخ الله حسابه ما لنت أربعة ذهبين كخميس تسوغلي سودت كقاري قبان dadna waxay qabaan maalinta khamiista habeenka jimcada soo gelayso. wallahu tacaala aclam. allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasallim. wixi sax aan sheegay ilaaha ihaleelsii iwaafajii, haddii wax qalad aan sheegayna aniga iyo shaydaanka waaye waana ka cudubilaystay. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.